بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. انا نهى مالد من قناه موفود. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. عايزين نعمل النهارده اكله خفيفه كده سهله سريعه، اللي هي ما بتاخدش وقت في المطبخ، عارفينها؟ اه طبعا عارفينها. هناخد ايه؟ هناخد نجيب شويه خضار كده ونعمل شويه مسقعه قمر. لا مش عايزين نحط فيها بقى زيت، عايزينها تبقى خفيفه. نحط مثلا ايه، نستعمل معلقه زيت واحده كده، شايفين استوت خالص. وزي الفل. كمان هنسواه فين؟ هنسواه في الحله اللي احنا جايبينها مع بعض، الحله الفرن او حله بديل الفرن. هتبقى ان شاء الله يعني طلعت اختراع الحله دي يا بنات، والله يعني بنصحكم بيها، يعني استعمالها حلو وسهل وكمان بتنجز. يعني شايفين علامه الشوي في المسقعه ما شاء الله عليها، يعني علامه الشوي موجوده في البتنجان وفي الشطه والحاجات دي. خلاص هنجيب بقى شويه الخضار ونروح نشوف هنعمل ايه. يلا نبدا بقى. شايفين ده الخضار اللي احنا هنشتغل فيه، شويه شطه على شويه فلفل على طماطم على بطاطس على بتنجان، حاجه هيصه يعني ليله. يعني شفت اللي بيقولك ليله يا عمده؟ هنعمل ليله النهارده ان شاء الله. خلاص هنمسك بقى الخضار ده كله ونقطعه. قطعي بقى البتنجان بالطريقه اللي ريحك وخططيه كده. التخطيطه ديت على فكره مهمه، مش هينه. ليه بقى مهمه؟ علشان هي بتحافظ لك اول هام اول حاجه كده بتبقى شكل جمال البتنجان. طيب احنا مش لازم الشكل جمال يعني. طيب لا، في حاجه كمان بتمسك لك البتنجان، لان احنا مش هنقليه، فبتمسك البتنجانه بتبقى ايه، ماسكه نفسها يعني. خلاص هنقطع بقى، وهنا بنقطع الشطه وبنشيل الحاجات اللي فيها، البذور اللي فيها والفلفل والكلام ده، ونقطع الشطه بتاعتنا ونجيب حاجه نحط فيها الحاجات بتاعتنا. خلاص هقطع انا كل الحاجات وارجع. وقطعت الطماطم وقطعت بطاطس، خرطت بطاطس، لا قشرتها بس، وضبت الدنيا كلها. وعملت طماطم كده طرنشات، اللي هي حلقات دي، والطماطم اللي هي في الشفشق الخلاط دي. اهم نقطه بقى في الموضوع واهم حاجه في الموضوع ايه ده، يعني حطيت الطماطم في الخلاط وحطيت معلقه صغيره من الكزبره ومعلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الملح، حطيتهم في قلب الخلاط وسنه شطه، وحطيت معلقه كبيره من الثوم المفروم اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض، ومعلقه كبيره من هريسه الشطه. طب انت ما عندكش هريسه الشطه هنا ولا يهمك يا قمر، احط قرن شطه اخضر او احمر وياه وخلاص، خلص الموضوع. خلاص اهم حاجه في الموضوع كله اللي انا بعمله ده. خلاص ان انت هتحط على الخضار اللي انا حطيته ده طماطم، هتحطيها وتضربها في الخلاط مع معلقه من هريسه الشطه مع معلقه كبيره من الثوم، اهم حاجه الثوم على فكره. وبعدين هتحطي تتبليها بقى، تحطي ملح، تحطي فلفل، لا مش فلفل، الكمون. وعلى فكره عايز تحط فلفل براحتك خالص، الاكل اصله اذواق. تحطي كمون وتحطي كزبره، ونحطينا شطه وحطينا كمان توم باودر. خلاص مع ان حطيت توم فريش بس برضو قلت يلا مش مشكله، يلا احنا بنعمل اكل حلو كده نضحي بقى. حطيت البطاطس الاول في قعر الصينيه، حطيت شويه من الصلصه، وبعدين حطيت البطاطس، وبعدين برص الباذنجان. خلاص واحط بقى الفلفل، وعندي ايه شويه صغيرين كده من اللحمه المفرومه هجيبهم متعصجه جاهزه. ده ايه ده يا نوع؟ ده حمص مسلوق ومخزنه عندي في الفريزر، بجيب على طول الكيلو بخزنه واحطه في اسلقه الاول، ابله وبعد كده اسلقه في ميه مفيش اي مشكله خالص، وبعد كده اصفيه واحطه في كاس واحطه في الفريزر. ده بناخد بقى من نحط طبقه من الخضار وطبقه من الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض. ودي اللحمه المفرومه اللي بقولك عليها كانت موجوده عندي، طلعتها من الفريزر اللي فكيتها على البوتاجاز. وهنحط شويه طبعا، لو مش موجوده خالص ما ولا يهمك خالص، عادي خالص مفيش اي مشكله. شايفين النهارده بنعمل مسقعه من غير ما نحمر البتنجان ولا اي حاجه خالص، يعني اكله خفيفه سريعه، مش عشان ناكل طبق مسقعه لازم ننام فيها اسبوع يعني. وكمان صحيه لنا، صحيه اللي صحيه طبعا عشاننا، وصحيه كمان لجيوبنا. يعني انت عارفين الزيت بقى بمبالغ، والبتنجان استاذ في شرب الزيت. يعني حبه المسقعه اللي احنا عاملينهم دول ياخدوا لك ازازه زيت ب 70 جنيه. صح الكلام؟ صح الكلام. احنا بقى عايزين نعملها وبرده تبقى حلوه ان شاء الله، بالطريقه اللي انا بعملها دي هتعجبك جدا. هنحط بقى من فوق كده شويه خرط طماطم على فلفل على مش عارف ايه حاجات كده، نظبط الاداء. والصلصه اللي احنا عاملينها في الخلاط مع بعض، هتحط طبقه منها على طبقه من الخضار عشان كله يشرب من بعضه. شايفين هنا بنحط بقى في على الخضار كله من فوق الصلصه اللي احنا عاملينها، طعمها جميل جدا جدا جدا. الصلصه اللي احنا عاملينها ديت يعني حتى ممكن تعملها للمكرونه، تعملها لان هي متبله وجاهزه يعني. طب احنا كده ما حطناش ولا نقطه زيت، هنجيب بقى الزيت نحط نقطتين من فوق كده، يعني حاجه بسيطه خالص كده بس، نخلص بس بقيه الطماطم بتاعتنا وبقيه الصلصه، لان احنا مش هنحط اي ميه ولا اي حاجه خالص، هي تستوي بالطماطم بتاعتها دي. خلاص ممكن تحطها في الفرن، ممكن تحطها على البوتاجاز على فكره، تغطيها وتحطها على البوتاجاز
وممكن تحطها في الفرن. انا النهارده هسويها في الحله اللي احنا اشتغلنا فيها، الحله اللي هي بديل الفرن اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده. شايفين ان هنا هنحط ايه؟ يعني معلقتين زيت صغيرين خالص 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 كده على الوش، يعني ما البتاع بتنزل الازازه بتنزل اساسي بالقطاره كده، بس ما تفتكريش ان انا حطيت كتير. حطي لي لايك بقى علشان طبق المسقعه القمر دي. وبص انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا عملت المسقعه صح، هحطها في الحله اهوت، هروح احطها في الحله. انا عملت المسقعه وانت عليكم تجيبوا العيش وتيجوا، ايه رايك؟ هنا بقى حطيت الحله تسخن، والحله دي يا جماعه لازم تحطها تسخن الاول على البوتاجاز بتاعك، علشان انا بص يعني كتر الاستعمال بعرف فيها حاجات. يعني انتوا عارفين انا اول مره كنت استعملها كانت وياكم لما عملنا فيها برام الرز، وكان طالع تحفه 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 ما شاء الله. يعني هنا بدنا هنعمل بقى اول مره برضو هعمل فيها صينيه المسقعه دي وهنشوفها. يعني كنت عايزه احطها في الفرن الكهرباء وخلاص واريح دماغي، قلت لا لازم اجربها. هنا غطيناها بقى، ونغطي كمان الغطا اللي فوق، وربع ساعه كده واجي اشوفها علشان اعرف هي الدنيا ماشيه فيها ايه، الدنيا فيها ايه. عايزه اقول لكم استعملها سهل وسريعه على فكره، يعني تحس ان هي مسترعه، لا ده سريعه. شايفين ما شاء الله قعدت لها شويه في، شايفين علامات الشوي على الشطه وعلى البتنجان، حاجه كده قمر. وريحتها بقى ريحتها جميله جميله جميله. مش لازم علشان ناكل مسقعنا نروح حاطين في معدتنا ازازه زيت يا جماعه، ما احنا بنأذي نفسنا والله. فمش لازم، لا ده احنا نضطر بقى نعمل مسقعه حلوه وفي نفس الوقت مش واخده زيت كتير. يعني كل اللي اخدته الطبق ده كله، كل اللي اخدته معلقتين زيت اللي فوق، لا والله معلقه واحده كمان فوق على الوش بس. شايفين ان شاء الله تعجبكم، يا رب تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.